السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى أوغندا في 18 من شهر ديسمبر من العام 2016، حيث كان في استقباله بمطار عنتيبي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقد توجه سيادة الرئيس السيسي مباشرة إلى القصر الجمهوري في عنتيبي، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وتم عصف السلامين الوطنيين. عقد السيد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي استهلها سيادته بالترحيب بالسيد الرئيس، مشيرا إلى أن زيارة السيد الرئيس السيسي هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس مصري إلى أوغندا. وقد أشاد الرئيس موسيفيني بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين منذ قرون، وبالدور الذي قامت به مصر في دعم استقلال أوغندا، وقد أعرب سيادته عن تطلعه لأن تمثل زيارة السيد الرئيس السيسي إلى أوغندا نقطة انطلاق جديدة في العلاقات المتميزة والتي تربط بين البلدين والشعبين، والعمل على تطويرها والارتقاء بها في كافة المجالات. كما ثمن الرئيس الأوغندي توجه السيد الرئيس السيسي نحو الانفتاح على القارة الإفريقية، وقد أكد سيادته على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعرب السيد الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، وقد أكد سيادته على ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع أوغندا في جميع المجالات، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين الشعبين. عودة لأفريقيا، اهتمامنا بهذه القارة المهمة جدا اللي احنا جزء منها ودولة من دول القارة الأفريقية، كلام كتير جدا، والدبلوماسية المصرية شغالة فيه كويس جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أجندته الخارجية، ما بيعديش وقت يعني طويل إلا لما يكون هناك في زيارة، بل بالعكس الزيارات بقت متقاربة بشكل شديد التقارب. موضوعات محددة بيتحدث فيها الرئيس، وهي الشراكة الحقيقية، ولما بنقول الحقيقية لازم يكون في شراكة فعلا، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو الحفاظ على هوية هذه البلدان بمساعدة مصر بكل حقيقة مؤسساتها وأدواتها. هنتكلم كتير عن الموضوع دوت. إيه بقى اللي بتجنيه مصر وإيه اللي بيحصل النهاردة من خلال عودتنا للحضن الافريقي؟ اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ رمضان قرني محمد، خبير الشؤون الافريقيه ومدير تحرير دوريه افاق افريقيا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا رمضان. اهلا بحضرتك يا فندم. وطبعا احنا الحمد لله لنا علاقات جيده جدا ومهتمين بها على مستوى اعلى مستوى الرؤساء والملوك حتى في الفتره الاخيره بيننا وبين الافارقه. خلينا نبتدي من الاحدث. احدث حاجه كانت زياره رئيس الجيبوتي اول امس للقاهره. بتقيمها ازاي؟ ويعني جيبوتي دوله كانت غائبه عن المشهد المصري على فتره طويله، فعودتها بهذا الحجم، حجم الرئاسي، ده شيء مهم. اسمحي لي في البدايه حضرتك
تحياتي لفريق العمل وأسرة البرنامج على أن تكون إفريقيا جزء من مصر الجميلة. وأنا أعتقد هذه رسالة ودلالة مهمة جدا، أن تكون النظرة المصرية في الإعلام لإفريقيا أنها جزء من مصر الجميلة، لأن هذه الصورة الجديدة لقارة إفريقيا. أفريقيا حاليا في الأدبيات الإعلامية والسياسية قارة مختلفة تماما عن القارة التي كانت تصدر لدينا أنها قارة الفقر والجهل والمرض. هي قارة، لا، هي قارة فيها أجمل مدينة في العالم كيجالي، هي قارة فيها 5 دول من أسرع دول نموا اقتصاديا طبقا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هي قارة 60% من قوة العمل فيها قارة شابة، هي قارة تضع أجندة لتمكين المرأة، قارة تضع أجندة لحقوق الإنسان. نحن أمام قارة جديدة، هذا هي أفريقيا الجميلة التي هي مصر جزء من أفريقيا الجميلة. أعود لسؤال حضرتك لرئيس زيارة الرئيس الجيبوتي، وهي كانت مصادفة عجيبة أن نختم العام بثلاث زيارات رئاسية مهمة جدا، يبتدئ بزيارة الرئيس الإريتري للقاهرة، ثم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوغندا، ونختم العام بزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة. الدلالة المهمة في تصوري أننا لا نعرف جيدا في مصر حجم جيبوتي الاستراتيجي. دولة جيبوتي رغم أنها دولة صغيرة لكنها دولة تحتل مكانة استراتيجية مهمة جدا للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي والأمن القومي الإفريقي. تحكمها في الجانب الجنوبي من مضيق باب المندب يجعل لها أهمية لتأمين هذا الممر الملاحي المهم، وخاصة البحر الأحمر، وبالتالي تأمين الجانب الجنوبي هو تأمين الجانب الشمالي اللي هو قناة السويس بالأساس. النقطة الثانية من ناحية الاستراتيجية هي مهمة للأمن القومي العربي بقربها من اليمن، ومهمة من الأمن القومي الأفريقي لوجودها في منطقة القرن الأفريقي. وبالتالي اهتمامنا الاستراتيجي بهذه الدولة أنا أعتقد مسألة مهمة جدا للتحرك المصري. حتى عالميا هم تنبهوا لأهمية جيبوتي، يعني لدينا حتى هذه اللحظة جيبوتي تتبنى نوع من الاقتصاديات يسمى اقتصاديات القواعد العسكرية. هي تعتمد بالأساس على استضافة القواعد العسكرية، وتقريبا نصف الدخل القومي في الناتج القومي المحلي في جيبوتي من تأجير القواعد العسكرية. فلدينا مثلا فرنسا منذ 100 عام تقريبا قاعدة عسكرية، اليابان حاليا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، قوات أفريكوم المقر الرئيسي اللي هي جيبوتي، بدأت بعض القوى الإقليمية زي تركيا زي السعودية وتتحرك لوجود قواعد عسكرية في جيبوتي. وبالتالي في رأيي التشبيك المصري مع دولة بهذا الحجم والأهمية الاستراتيجية مسألة مهمة لمنطقة القرن الأفريقي والأمن القومي المصري. النقطة الثانية، رغم أن بيننا وبين جيبوتي علاقات دبلوماسية من 1977 لكن حتى الآن البعد الاقتصادي غائب جدا طبعا. وأرقام تقريبا لا ترقى بحجم العلاقات، والدليل على ذلك حتى أن جيبوتي في الإعلام المصري أو حتى في لا تذكر لا تقريبا تذكر رغم أهميتها الاستراتيجية. وبالتالي الكلام عن اتفاقيات وتفعيل اتفاقيات، وربما كان أهم اتفاق تم التوقيع عليه في القاهرة ما بين قناة سويس وهيئة الموانئ الجيبوتية، بحيث في النهاية نضمن تفعيل التعاون بين الطرفين اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. ده مهم جدا. يعني هروح لنقطة برضو مهمة، يمكن يناير القادم إن شاء الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيحضر القمة الإفريقية في أديس أبابا، وهناك العديد من الملفات المهمة اللي هيتم الحوار والحديث عنها. أعتقد أن الفترة السابقة كانت تمهيد جيد لوجود الرئيس في هذا الوقت وبعد هذه الزيارات، شايف ده ازاي عشان نرجع بقى لاستفادة مصر من حضن الافريقي مرة تانية؟ يجب نتفق حضرتك على جزئية مهمة جدا، العمل السياسي العربي والعمل السياسي الافريقي بعيدا عن مؤسسة الرئاسة هو عمل ضعيف. وبالتالي حينما تكون مؤسسة الرئاسة في صلب هذا العمل تعطي له نوع من القوة، تعطي له نوع من الزخم، تعطي له نوع من الفاعلية. واعتقد هذا هو ما تلمسه او وعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب، حينما أكد بشكل واضح على فكرة هوية مصر الأفريقية وعمق مصر الأفريقي وانتماء مصر الأفريقي. وأنا في رأيي هذا تماس مباشر مع دستور 2014، لأن هذه كانت نقطة في غاية الأهمية، أن يكتف في ديباجة الدستور في السطور الأولى من الدستور المصري اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية وانتمائها الأفريقي. هذه رسالة مهمة جدا جدا للمحيط الأفريقي. دائما كانت هناك دعايات مغرضة تستغلها بعض القوى الإقليمية المنافسة أن تتهم مصر بأنها تتعامل مع أفريقيا باستعلاء، أن مصر أهملت أفريقيا، أن مصر غابت عن أفريقيا. هذه المقولات أنا في رأيي مقولات ظالمة جدا للدولة المصرية. التعاون كان شغال من خلال مؤسسات الدولة كانت موجودة، الخارجية كانت بتقوم بالضبط. يعني أنت لديك، اسمحي لي، الخارجية، التعاون الدولي، الموارد المائية، التعليم العالي، الأزهر الشريف، الكنيسة، كل هذا، هذه المؤسسات، حتى التبادل المخابراتي كان موجود ومعلوماتي واستخباراتي. وبالتالي كانت القوى المنافسة تروج هذه المقولة. فأنت عندما
تذكر في ديباج دستورك اعتزازك بهذه الهوية. عندما يأتي رئيس جديد في قسم الرئاسة في أول يوم أول ساعات عمل رئاسية يتحدث عن أفريقيا، الرئيس السيسي التقى بمسؤولين أفارقة كما يقولون في أول ساعات في مكتبه الرئاسي، هذه هي دلالة مهمة صحيح. جدا جدا للعمل الرئاسي. منذ تولى السلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا شارك في كافة القمم الأفريقية بدءا من قمة ملابو 2014 وحتى القمة الأخيرة في ملابو أيضا القمة العربية الأفريقية. وكان كمان في مجموعة من الرسائل مهمة جدا كانت استضافة يعني أغلب الرؤساء الأفارقة هنا في كل الفعاليات الرسمية قناة السويس 150 عام على الحياة النيابية في مصر. تمام. الحقيقة يعني كل الاحتفالات وكل المواقف المصرية بيظهر هذا عليها هذا يعطيك رسالة ثقة المصري الأفريقي. وبالتالي أنت عندما تتحرك على المستوى الرئاسي يعني أنت تقريبا خلال عامين أمام على الأقل 7 أو 8 قمم مصرية أفريقية. يعني حدث بس بسيط سأقوله، القمة المصرية السودانية فقط قرابة 15 لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير. بس هذه دلالة الدبلوماسية. واللي عاوزين نقف عندها القمة الأخيرة لما حضر معانا الرئيس البشير احتفالات أكتوبر بالزبط. وتم تكريمه بالزبط. ولما راح الرئيس السيسي الخرطوم وحضر معاهم جلسات الحوار الوطني السوداني، فده حدث مهم جدا. ما هو ده تأكيد حضرتك لنقطة مهمة كما تفضلتم في بداية الحلقة، الحديث عن المصالح المشتركة. ويعني دائما احنا نتحدث في العلاقات المصرية السودانية عن التاريخ والمصاهرة والنسب والجوار، لكن عندما تؤطري كل هذه الأمور في رؤية المصالح الاستراتيجية هذا هو المهم. يعني زيارة الرئيس البشير لمصر كانت في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنها أسفرت عن توقيع اتفاقية أو وثيقة الشراكة الاستراتيجية المصرية السودانية. هذا هو المدخل الحقيقي. إذا أردت أن تبني علاقات مصرية سودانية أو علاقات مصرية أفريقية يجب أن تكون على أساس استراتيجي يضع قواعد عامة للعلاقات بين البلدين، خاصة أن هذه الوثيقة سبقها اجتماع تقريبا لسبع قطاعات رئيسية بين البلدين، الأمن، السياسة، الدبلوماسية، التعليم، الصحة، الثقافة. تقريبا الرئيس البشير كان في القاهرة بمجلس الوزراء السوداني كله بيوقع على اتفاقيات في غاية الأهمية. قبيل الزيارة بأيام كان افتتاح معبر أرجين بين مصر والسودان، معبر بري في غاية الأهمية، وقبله معبر قص الأشكيت. إذن أنت عندما تلملمي هذا العمل التنفيذي بمستوياته المختلفة، تعليم، صحة، موارد مائية، في إطار شراكة استراتيجية، هذه نقطة مهمة خاصة مع السودان التي تمثل البوابة الرئيسية للأمن القومي المصري. وبالتالي أنا في اعتقادي كانت هذه من أهم الزيارات. النقطة الثانية تكريم الرئيس البشير، عندما نقول أن تكريمه عن دوره في حرب أكتوبر، هذه رسالة ليست للرئيس البشير ولا السودان لكن للمحيط الأفريقي، أن مصر لا تنسى من يقفون دائما بجانبها، أن مصر دائما من يدعم المواقف المصرية، دائما هو في قلب السياسة المصرية وفي قلب الحدث المصري. يعني أنا حتى تابعت الإعلام السوداني عقب تكريم الرئيس البشير، هناك رسالة وضحت من هذا المحتوى الإعلامي أن تكريم البشير هو تكريم للسودان كله، هو تكريم للدم السوداني، حتى استخدام هذا اللفظ، الدم السوداني الذي سال على الأراضي المصرية وحتى عودة الأراضي المصرية. إذن في تصوري القمم المصرية الأفريقية، المشاركات في القمم، حتى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الأخيرة في ملابو القمة العربية الأفريقية أيضا رسالة مهمة. أنت تستضيف الجامعة العربية المؤسسة الرئيسية للعمل العربي وأنت مؤسسة في الاتحاد الأفريقي. هنا برضو لازم نقف على أن في بعض الدول العربية امتنعت عن المشاركة، لكن الرئيس السيسي صمم على الحضور، وأعتقد دي كانت وجهة نظر صائبة. إحنا ما نقدرش نخسر أبدا الدول الأفريقية، وإحنا يعني في حاجة إلى جامعة الدول الأفريقية والعربية غير الأفريقية. أتفق مع حضرتك تماما، وحدث هناك نوع من الفهم الخاطئ لدى البعض في هذه الأمور. القضية ببساطة جدا أن جبهة البوليساريو عضو في الاتحاد الأفريقي، والمغرب عضو في الجامعة العربية، ونعلم جميعا المشكلة التاريخية بين دولة المغرب الشقيق وجبهة البوليساريو. الموقف الدبلوماسي المصري منذ البداية هو مع وحدة التراب المغربي، كلمة قاطعة لا مراوغات فيها. الداعي لهذا الاجتماع جهتين، الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وبالتالي البوليساريو حضر ممثل لأنه عضو في الاتحاد الأفريقي. والمغرب ليست عضو في الاتحاد الأفريقي وانسحبت سنة 1984 بعد دخول البوليساريو الاتحاد الأفريقي. هناك بعض الدول وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي لديها نوع من الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. جزء من هذه الشراكة أنها تتبنى الموقف المغربي فيما يتعلق بقضية البوليساريو، وبالتالي هو انسحاب طبيعي لأنهم بينهم تحالف سياسي واعترضوا على الدخول. لكن مصر كان يصعب جدا أن ننتي الدولة المؤسسة في الاتحاد الأفريقي ومن قبل منظمة الوحدة الأفريقية، أنت الدولة المستضيفة للجامعة العربية، الضيف المستضيف للقمة، كان من الصعوبة بمكان هذا الغياب. حتى أن المداولات داخل القمة كان هناك نوع من الاستياء الأفريقي للغياب العربي.
وكان ينظر حتى للغياب الخليجي بالتحديد، يعني ما معناه أن هذه يعني رغم المصالح الاقتصادية الخليجية المهمة في أفريقيا، أصبحت يعني أصبحت أفريقيا في اللحظة الأخيرة جزء من الأمن الخليجي، وبالتالي كان هناك استياء واضح جدا من هذا الغياب العربي. أنا قدامي تقريبا دقيقة ونص، وفي الدقيقة ونص دول طالما أخدين مع حضرتك وبشكرك طبعا أستاذ رمضان نهج الفهم الصحيح وموقف مصر من القضايا الإفريقية، مش هنبعد أبدا عن 2016 كان في حوار شديد جدا حول سد النهضة الأثيوبي، وده عايزين من حضرتك توضيح لآخر المستجدات في هذا الملف. مصر حتى هذه اللحظة ملتزمة بما تم التوقيع عليه في مارس 2016 بخصوص اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، وآخر الأمور التي تم التوصل إليها أن هناك أصبحت العهدة الآن في يد مكتب فني استشاري مكتبين فرنسيين يقومون بالدراسات الفنية لحوالي 3 أو 4 دراسات تتعلق بالجانب المائي، الجانب الهيدروليكي، الجانب البيئي، الجانب الاجتماعي لتأثيرات سد النهضة. مصر حتى اللحظة ملتزمة بالمخرجات الفنية أو المخرجات الرسمية التي سيخرج منها هذا التقرير، وبالتالي أنا شايف أن الموقف المصري حتى هذه اللحظة لا يريد الاستباق أو القفز على النتائج العلمية للدراسات. لماذا؟ حتى لا تعطي فرصة للطرف الآخر يقول أن مصر هي التي تنصلت من اتفاق المبادئ، أن مصر هي التي رفضت الدراسات الفنية، وبالتالي حتى البعض يحاول دائما أن يربط بين قضية سد النهضة وقضية مثلا أورومو في إثيوبيا وبعض الاتهامات التي تخرج من الدوائر الإعلامية. مصر طبعا تاريخيا ليس هذا هي مصر، ليست هذا هو الدور المصري في قارة أفريقيا، لكن ببساطة جدا النظام الأثيوبي مأزوم داخليا فيما يتعلق بقضية الأورومو، ويحاول أن يصدر بشكل أو بآخر الأزمة للخارج. لكن مصر تاريخيا لا تحترم أولا السيادة الوطنية، تحترم الشؤون الداخلية، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي المسألة أكبر من هذه الاتهامات المرسلة. حتى أن هذه الاتهامات أنا في رأيي لا تخرج حتى عن المصادر الرسمية الأثيوبية، تخرج من تمريرات إعلامية مثل مثلا وكالة أنباء الأناضول، بعض المنابر الإعلامية في أثيوبيا. حتى الموقف الرسمي الأثيوبي يتحدث في القضية باستحياء إلى حد كبير، لأنه يعرف جيدا الموقف السياسي المصري في قارة أفريقيا. اسمح لي في عجالة إذا سمحت لي، نحن نتمنى أفريقيا مزدهرة، أفريقيا قارة شابة، قارة ناهضة، نتمنى على الدبلوماسية المصرية في 2016 كان هناك حضور على مستوى القمة في كافة الملفات، منطقة شرق أفريقيا، منطقة القرن الأفريقي، منطقة حضن النيل كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي المصري. نحن نتمنى أن تكون بمنطقة غرب أفريقيا، خاصة تصنف استراتيجيا بمنطقة الحزام الإسلامي، منطقة وسط وجنوب القارة، أن تكون جزء من المشهد الدبلوماسي المصري في 2017 بإذن الله. إن شاء الله. نورتنا فندم، شكرا جزيلا للكاتب أستاذ رمضان أوراني، خبير الشؤون الأفريقية ومدير تحرير دورية أفاق أفريقية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. مجموعة من التحركات الحقيقية على أرض الواقع، الحضن الأفريقي مهم جدا، استثمارات، اقتصاد، دم واحد ما بيننا وبين أفريقيا. دي كانت مجموعة فقرات النهاردة من مصر جميلة. كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب. كل سنة وانت طيبة، وانت طيبة مهلا ومصر بخير يا رب. وحنشوفهم الحلقة الجاية السنة الجاية السنة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.